طيب، السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله بإذن الله شباب هنبدأ في أول محاضرة في الهيستولوجي في الريسبيراتوري سيستم. طيب، طبعا البلوك ده ماشي ريسبيراتوري ورينال مع بعضهم بالتوازي، فأول محاضرة كانت ريسبيراتوري، إن شاء الله تكون محاضرة كويسة وسهلة ونتمشى فيها مع بعض، ومعانا دكتور محمد هيتابع معايا الفيديو. المحاضرة بتتكلم على الـ histology of the respiratory tract أو الـ respiratory tract الأنسجة اللي فيها أو التكوين بتاعها والـ conducting portion ليها. أهداف الدراسة نتجاوز عنها يعني. هنا بيقول لي إنه الـ upper airway بتبقى composed من parts of the respiratory tract above the trachea، يعني بيقول لك إنه الممرات التنفسية دي عبارة عن شوية ممرات كده بيبقوا فوق الترقية. فإحنا الجهاز التنفسي أصلا يسمنه لحاجتين، اللي هو الممرات التنفسية اللي بيحصل فيها اللي ما بيحصلش فيها جاز اكستشينج، والأماكن اللي بيحصل فيها الجاز اكستشينج اللي هم الألفولاي اللي موجودة في اللنج. تمام. طيب، فهنا بيقول لي الكونداكتنج ريسبيراتوري بورشن اوف ذا ريسبيراتوري تراكت، بيقسموا لحاجتين، واحدة اسمها كونداكت بورشن وواحده اسمها ريسبيراتوري بورشن. يعني انا كده قسمته لقسمين، تو بورشن. البورشن الاولاني اللي اسمه كوندكتنج، يعني بيوصل ايه، مش كهرباء هنا زي الهارت، لا هنا بيوصل هواء من بره لجوه او من جوه لبره، هيطلع ثاني اكسيد الكربون او يدخل الاكسجين. والنوع الثاني اللي هو الريسبيراتوري بورشن اللي هو بيحصل فيه الجاز اكستشينج. تمام. طيب، الكوندكتنج بورشن ده ما بيحصلش فيه جاز اكستشينج، فهو بيتكون من الممرات التنفسيه اللي هم النيزل كافيتي الانف والبرانيزل ساينس اللي هو الجيوب الانفيه والنازو فارينكس واللارينكس الحنجره والتراكيه والبرونكاي والبرونكيولز. تمام. طيب، وبعدين بيفضلوا يتوزعوا كده لحد ما نوصل لحاجه اسمها التيرمينال برونكيولز. ماشي. طيب، ذا ريسبيراتوري بورشن بقى، الريسبيراتوري بورشن ده اللي هو اللانج برانشايما او تمام، ده عبارة عن ايه؟ consist of respiratory bronchioles and the alveolar ducts و alveolar sac و alveolar. تمام. طيب، الفانكشن بتاعت الكوندكتنج بورشن والريسبيراتوري بورشن كمقارنة بينهم، بيقول لي الكوندكتنج بورشن اللي هو مجرد ممرات اللي هم النيزل اللي هم الانف، يعني النيزل كافيتي والفارينكس والكلام والنيزو فارينكس والكلام ده كله، وظيفته يعمل وار للهواء لو كان الهواء كولد شويه، ويعمل له برضه زي نظام ترطيب لانه اصلا مبطن بسوائل وكده، وانه يعمل فلتر للاير او يعمل فلتريشن للهواء اللي داخل، لانه الهواء اللي داخل ده ممكن يكون فيه دخانه او تراب، هيكون فيه بارتكلز داخله بدل ما تدخل لللنج. الممرات دي مثلا النيزل كافيتي بيكون فيها شعر او الهيرس اللي فيها دي، تتخلص من البارتكلز وتطردها لبره، ويكون في ميوكس او ميوكوسيلاري اسكليتورز، دي اللي هو طبقه كده بتفرزها الجوبلت سيلز، خلايا اسمها الجوبلت سيلز موجوده في الممرات التنفسيه، تفرز الميوكوسيلولار سيلولار اسكليتور دي علشان تتخلص من تنظف الهواء من الحاجات الغريبه الفورين بودز اللي داخله معاها. تمام. اللي هي سواء غبار دخان وما الى ذلك. والسيليا، السيليا دي اللي هي درسناها اولى، اللي هي حاجات كده بتحرك المخاطبه وتطرده بره الانف. تمام. الميوكس ده، طيب تطرد الميوكس بره. طيب، اللي بيحصل فيهم جاز اكستشينج اللي هم اللنج. تمام. وهنا بيدخل فيها البلد عن طريق البلد كابيلاري، والبلد كابيلاري دي بتبقى جايبه دي اوكسجينيتد بلد، يتحول لاكسجينيتد بلاد ويحصل جاز اكستشينج وهكذا. طيب تمام يا شباب، يبقى احنا كده المقارنه دي بسرعه. نبدا في حاجه اسمها النيزل كافيتي اللي هو التجويف الانفي. النيزل كافيتي ده عباره عن ايه؟ عباره عن ممر للهواء، صح؟ هو بيعمل وارم لانهيل اظهير، الهواء اللي انت بتاخده بيدفيه علشان لما يوصل للالفولاي ما يعملش اي ضرر في اللانجو كده. وبرضه النيزل كافيتي وظيفتها انها تعمل بريفنتنج للبارتكل اللي داخله من بره، البارتكلز اللي هي مثلا تبقى انترنج الاير ويز وجايه من بره، مثلا كان في دخان كان في غبار، فالنيزل كافيتي وظيفتها تنظف ده كله. طيب، وفيها هي السنس اوف سميل اللي هو حاسه الشم. تمام.
طيب يبقى دي وظائف النيزل كافيتي، او بيتكلم عن النيزل كافيتي. يقول ذا ليفت اند رايت نيزل كافيتيز، هي طبعا بتبقى في اثنين اللي هو الناحيه الليفت والرايت. الاثنين بيتكونوا من حاجه اسمها اكسترنال دايليتد فيستيبيول. الاكسترنال دايليتد فيستيبيول دي بيكون فيها سكن، تمام؟ زي ما هنشوف في البراكتيكال كده. طيب وفي نوع ثاني اسمها الانترنال نيزل كافيتي. يبقى في اكسترنال نيزل كافيتي اللي هي من بره، وفي الانترنال نيزل كافيتي اللي هي من جوه. طيب هنا الاير بيدخل النوز، بيدخل النوز عن طريق الانتيريور عن طريق الانتيريور اوبننج بتاعتها، تمام؟ وبيعدي عن طريق بيقابل حاجه اسمها النيزل هيرز اللي هو بعض شعر كده او شعيرات صغيره موجوده في النيزل كافيتي، ودي وظيفتها برضو تتخلص من البارتكلز اللي جايه مع الهواء، يعني تعمل تراب اند بريفنت الانهاليشن اوف لارج فورين بارتكلز. اللارج فورين بارتكلز تتخلص منها الشعر دي. طيب هنا بيقول لي في حاجه اسمها برضو مهم انه النيزل هير دي تعرف ان اسمها فيبريسي، او ده اسم ليها لربما يجي لك، يعني يقول لك ايه وظيفه الفيبريسي دي، وات ذا فانكشن اوف ذا فيبريسي، فانت ما تعرفش. هي بعنها النيزل هير ان هي تعمل بريفنت للانهيليشن اوف لارج فورين بارتيكلز ويز الاير، تمام؟ طيب هنا ذا ايبيثيليال لايننج تشينج شورتلي افتر انترينج ذا نوز فروم الكريتانايزد تو الريسبيراتوري ايبيثيليال. طبعا الطبقه الايبيثيليال المبطنه للريسبيراتوري تراكت بتبدا يحصل فيها تغير كده من طبقه في البدايه كريتانايزد لحد ما نوصل لحاجه اسمها الريسبيراتوري ايبيثيليال، وهندرس تركيب اللي هو الكريتانايزد دي اللي هي الاكسترنال او اللي فيها سكن، تمام؟ بعدين الريسبيراتوري اللي هو الداخليه، تمام؟ في حاجه اسمها الاولفاكتوري ايبيثيليام. الاولفاكتوري ايبيثيليام دي عباره عن ريسبتورز بايند سبيسيفيك، يعني هي الريسبتورز اللي هي باختصار يعني قبل ما نقرا الاولفاكتوري ايبيثيليام دي حاجات لها علاقه بالسميل، هي اللي بتقبل الريحه او الروائح. فهي ريسبتورز بتبايند سبيسيفيك اودرانت اللي هو الروائح، يعني is found in the upper region of the nasal cavity of the nasal airway، تمام؟ موجوده في الجزء العلوي من النيزل airway above the superior conica and is specialized for the detection of smell. وهي وظيفتها انها تعمل detection للسمل. يبقى دي الفانكشن بتاعتها. اهم كلمه في الرغي ده كله ان هي دي الاولفاكتوري ايبيثيليام وظيفتها detection of smell. طب المكان بتاعها superior موجوده او في السوبيريور او في الابر ريجون بتاع النيزل ايروي، فوق السوبيريور كونيكا. يعني مثلا لو ده الفيستيبيول اللي من بره فهي بتبقى اخر حاجه من جوه كده في النيزل كافيتي، تمام؟ تمام يا دكاتره. يبقى ده الفيستيبيول، فوق منها الريسبيراتوري ريجون، فوق منها الاولفاكتوري ريجون او الجزء المسؤول عن الرائحه، تمام؟ طيب والحاجات دي اللي هي الكونيكا دي بيبقوا ثلاثه، السوبيريور كونيكا، فوق منها على طول الاولفاكتوري ريجون اللي هو ده، تمام؟ طيب ماشي. طيب هنا نتكلم مع بعض على حاجه اسمها البارانيزل ساينس او الجيوب الانفيه، طيب او الجيب الانفي. ده عباره عن هولو اير فيلد بوني كافيتي ذات سراوند ذا نوز، يعني شويه عظام مليانين هواء بيحوطوا بالانف. يبقى هم عباره عن بون فيلد باي اير ومشكل كافيتي وحوالين الانف، يعني مثلا ادي الانف، تمام؟ لو ده بني ادم، تمام؟ فهتلاقي هنا في المجزيلري في اثنين كده زوج، هم اربع زوج وفي اثنين فوق العين، تمام؟ زي ما هناخدهم مع بعض، يعني انا بجرب لك الفكره انه هنا عباره عن حته عظمه كده منفوخه وعباره عن تجويف مليان هواء، تمام؟ هو ده اسمه الجيوب الانفيه. طيب there are four pairs، فهو في اربع ازواج، المجزيلري اللي هم على العظام بتاعت المجزلة على جانبي الانف، والفرونتال على اعلى في الجبهه كده اعلى الحاجب بتاع العين، وفي
ليسيمويدال وفي الاسفينويدال. الاسفينويدال دي بتبقى عند الهايبوثالاموس كده اللي هي عند المخ او عند البايتوتري جلاند. طيب هنا بيقول لك الكلام ده لايند ويز ريسبيراتوري ميثيليوم اند بروديوس الميوكس ذات درينج او يعمل درين انتو ذا نيزال كافيتي. يعني الكلام ده الحاجات دي بيبقى فيها مين؟ تبقى لايند باي ريسبيراتوري ايبيثيليوم. والريسبيراتوري ايبيثيليوم ده بيعمل ايه؟ بروديوس ميوكس، بيروديوس الميوكس، والميوكس ده بيحصل له درينج او درين بره انتو النيزال كافيتي، ثم يطلع بره بالسيليا، تبدا تطرده لبره عن طريق السيليا اكتيفيتي او السيلياتد ايبيثيليال سيلز. تمام. طيب هنا حاجه اسمها النيزوفارينكس، ماشي؟ النيزوفارينكس، طيب هنا بسم الله بيقول لي ذا نيزوفارينكس از ذا اير از ذا اريا، يعني النيزوفارينكس دي منطقه كده بيهايند ذا نوز ورا الانف، تمام؟ وتبقى ابوف السوفت بلط، يعني فوق السوفت بلط اللي هي بتاعت الاورال كافيتي. وات از لايند ويز ريسبيراتوري ايبيثيليوم، يبقى بتبقى متبطنه ريسبيراتوري ايبيثيليوم، يبقى كده هي ما فيهاش الكيراتينايزد اللي هي السكن، يعني لا دي فيها خلاص ريسبيراتوري ايبيثيليوم. تمام. طيب هي it is protected from، بتبقى محميه من الفود مثلا اللي هو بيتبلع عن طريق السوفت بلط، تمام، ان هي بيحصل rising upward and closing it off from the rest of the pharynx. يعني السوفت بلط دي بتيجي طالعه لفوق لما انت تيجي تبلع حاجه، نفترض ده حته فسيولوجيه، انت لما تيجي تعمل بلع او تعمل تبلع حاجه، فالسوفت بلط ترتفع يعلى وتكفل على المكان اللي هو اسمه النيزوفارينكس علشان الاكل ما يروحش فيه وما يجرحوش وهكذا. طيب الفارينجال تونسل، الفارينجال تونسل دي عباره عن، هنا الفارينجال تونسل عباره عن كولكشن من الليمف من الليمفويد تيشو، وبتبقى ناون از الادينويد، تمام. يبقى الفارينجال تونسل اللي هي التونسلز او اللوزات دي عباره عن كولكشن من الليمفويد تيشو، وبيبقى اسمها ادينوسا، تمام. ناون از او الليمفويد تيشو ده بيبقى ناون از ادينويد، تمام. ده بيبقى از فاوند ان ذا بوستيريور وول اند الروف اوف النيزوفارينكس، يبقى دي موجوده في البوستيريور وول وفي الروف او السقف او من فوق كده عند النيزو فارينكس، تمام. طيب يبقى في حاجه اسمها الاستيشيان تيوب. الاستيشيان تيوب دي عباره عن انبوبه تبقى رابطه ما بين الميدل اير مع المين، مع النيزو فارينكس، وبالتالي ممكن لو حصل اي انفكشن في النوز، يعني هي كده رابطه موجوده في الليفل بتاع النوز على اللاترال وول كده، فلو حصل اي انفكشن في الـ في الـ في الـ في النيزو فارينكس او في النوز او في الكلام ده، هياثر على الاير ويعمل اير انفكشن، وده الكلام، ودي الحاجه اللي بتفسر ليه العدوى بتنتقل من النوز والحاجات اللي بتاعت الريسبيراتوري للميدل اير وكده، او من الـ من الـ من الثروت او الحلق يعني عموما للميدل اير تحديدا يعني، تمام. ويحصل اير انفكشن عن طريق الاستيكيان او الاستيشيان تيوب. طيب هنا النيزوفارينكس از ذا اريا بيهايند النوز، دي قلناها، كنت حبينا بس نراجع الحته دي يا شباب. كلمه ريجرجيتيشن دي معناها ارتجاع الاكل، فارتجاع الاكل، فاصلا اللي هي النيزوفارينكس دي وظيفتها انه هي بتيجي كده السوفت بلط تكفل مع النيزوفارينكس، فعلشان الاكل لما يجي يحصل له ريجرجيتيشن ما يطلعش لفوق، ما يجرحش في ما يحصلش تجريح في النيزوفارينكس، تمام. يبقى هي الحته مش فكره انه الاكل هو ونازل ممكن يجرح، لا الاكل ممكن يجي طالع لانه هي اصلا فوق مستوى الاورال كافيتي، هي حاجه موجوده فوق مستوى الاورال كافيتي، فالاكل اكيد ما هيجرحهاش هو ونازل، لكن ممكن الاكل اثناء البلع يجي طالع لفوق شويه فيحصل تجريح، عشان كده السوفت بلط بدي قافل عليها، تمام. طيب هنا اللارينكس اللي هي الحنجره، it is او is a musculocartilaginous structure between الفارينكس والتراكيه، تمام.
يبقى اللارينكس دي حاجة كده ما بين الفارينكس والتراكيا، act as an airway، هي كممر تنفسي، وفي سفينكتر يعني في نظام عضلات دائرية كده، وبتشتغل during swelling أو السولينج اللي هو البلع، and contain the vocal cord، الفوكال كورد اللي هي الأحبال الصوتية، which are responsible for sound اللي هو الفوكاليزيشن أو الكلام. طيب the wheel is reinforced by cartilage، طبعا يبقى في cartilage موجود في حواليها، في الول يبقى الول في الكارتليج ده، ويبقى موجود عند الثايرويد وفي شوية الغدد أو الحاجات اللي بتكون فيها اللي هم الثايرويد، يبقى الثايرويد كارتليج اللي هو الكارتليج الموجود عند الثايرويد جلاند، وفي الكراكويد، الكراكويد كارتليج برضو، والإبيجلوتس وبيبقى فيه برضو الكونكليت وفي الكونيفورم ارتينويد. تمام. طيب يبقى هنا الكارتليج ده بيبقى فيه برضو ليجامنت ومسلز بتبقى ذات ريجوليت ذا سايز اوف ذا لارينجال انلي. تمام. بتأثر على حجم اللارينجا او اللي هي شويه الليجامنت والمسلز اللي فيها لما بيعملوا نوع من الكونتراكشن او بيسموها السفينكتور مسلز. تمام. طيب الابيجلوتس ده عباره عن اللي هو الابيجلوتس ده اللي هو اللسان المزمار، از الاستيك فلاب اوف كارتليج. تمام. حواليه الاستيك فلاب اوف كارتليج which lie behind the، يبقى الابيجلوتس ده اللي هو عباره عن الالاستيك فلاب اوف كارتليج، ماله بيبقى موجود behind التانج او ورا اللسان كده، لو فتحت بوقك في المرايه هتشوفه، اند فور the entrance to the larynx، وبيبقى بعد كده او وبيكون ال entrance المدخل للارينكس للحنجره، it serves to prevent swelling of food or fluid from entering this path او this passage، يعني هو بيمنع بيعمل prevent او يحمي من انه الاكل المبلوع او الميه المبلوعه او اي حاجه انها تدخل في الممرات التنفسيه، فبيكفلها اثناء البلع عشان الاكل يدخل في الفارينكس وينزل تحت على الاسفجس وكده وينزل في الاستومك ما يروحش للتراكيه او للريسبيراتوري او للريسبيراتوري عموما. طيب هنا بيقول في ذا ميكوزا اوف ذا انتيريور سيرفيس اوف ذا ابيجلوتس والفوكال كورد از ناون از نون از نون كيراتينايزد ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم، هي نون كيراتينايزد يعني هي ما فيهاش الكيراتين بس بتبقى ستراتيفايد وسكويموس ابيثيليوم. تمام. تمام. يبقى حته الاستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم دي بتبقى اقوى من الريسبيراتوري ابيثيليوم، وبالتالي فهي موجوده في الابيجلوتس، في الابيجلوتس والحاجات اللي زي كده علشان تخليهم اقوى علشان هم بيتعرضوا لاحتكاك مع الفود كتير. طيب هو ذا ريست اوف ذا لارينكس، بينما بقى الباقي اللارينكس بيبقى فيه مين؟ الريسبيراتوري ابيثيليوم العاديه، مش لازم يبقى زي الابيجلوتس والفوكال كوردز، اما الابيجلوتس والفوكال كوردز بيبقوا مين اللي عليهم نون كيراتينايز ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم. طيب هنا بقى نبدا نتكلم على التراكيه، بيقول ذا تراكيه از اتيوب لاين بتوين ذا لارينكس اند مين برونكاي، يعني هي هنا التراكيه دي هنتكلم عنها، بس كان في حته هنا شباب نقولها مع بعض اللي هي هنا بيقول لي ريمبر ذات انه الثايرويد والكاريكويد والليور بارت اوف ارتينويد، يبقى الليور بارت اوف الارتينويد وكل ده عباره عن هيالاين كارتليج. تمام. انت عارف الكارتليج ثلاث انواع، هيالاين والاستيك اللي هم الهيالاين كارتليج والالاستيك كارتليج والفايبرز كارتليج. طيب الثايرويد والكاريكويد والليور بارت اوف الارتينويد كل ده هيالاين. تمام. الابيجلوتس والكورنيكلوي والكورنيكليت والكيونيفور دول كلهم، والفوكال بروسيس اوف ارتينويد دول كلهم الاستيك كارتليج، يبقى كلهم الاستيك كارتليج. وركز ان الارتينويد ما ينفعش اقول هيالاين ولا الاستيك، لما يقول لي مثلا اديني اكزامبل للهيالاين كارتليج الموجوده في الريسبيراتوري ما ينفعش اقول الارتينويد، لان الارتينويد عباره عن جزئيات، اللور بارت منه هيالاين،
اما الفوكال بروسيس بتاعته يبقى الاستيك كارتليج. واخرها ايد 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 يعني معناها بتبقى تبع الهيالاين اكتر، تمام؟ بغض النظر عن ده يعني هم دول هيالاين، تمام؟ طيب التراكيه بقى، او اللي هي التراكيه دي القصبه الهوائيه، التراكيه از تيوب، هي عباره عن تيوب لاين بتوين ذا لارينكس اند مين برونكاي. يعني هي بتبقى موجوده كده بتوصل ما بين اللارينكس ما بين الحنجره والمين برونكاي اللي بتبقى في اللنج. طيب it has a serious of 20 C-shaped hyaline cartilage ring rings، تمام؟ يعني هي بتتكون من 20 واحدة من الحاجات اللي عاملة زي السي كده، حاجات بتبقى شبه السي كده زي حلقة، أو بتبقى جايين مع بعض بيكونوا الترقية، تمام؟ ممكن تكون شفتهم يعني في حاجة دي. يبقى يعني شباب هنا هي سي شيب، والحكمة من كده طبعا اي حاجه بالنسبه للانسان خلقت بقدر، يعني فانه هي مش دايره كامله او واخده شكل السي شيب، علشان هنلاقي وراها لو بصينا في الصوره هنا الاسوفيجاس، وطالما الاسوفيجاس وراها فالاسوفيجاس ده بينزل فيه الاكل، فهيحتاج يتمدد احيانا، هنلاقي انه هي سي شيب عشان تسمح له انه يتمدد عشان هي ماشيه وراه. يبقى هو هنا من ورا كده هنلاقي الاسوفيجاس ورا السي شيب ده ورا الترقيه، وفي عضله كده بتبقى عند السي شيب او قفله السي دي، تبقى عضله اسمها ترايكيلس ماسل، اسمها تريكيلس او تريكيلس ماسل، تريكيلس ماسل، طيب ماسل ماشي. طيب هنا بيقول لي السي شيب ده ذات كيب ذا تراكيه ليومين اوبن، يبقى مفتوحه ويز باند اوف سموث ماسلز اللي هي تريكيلس او تراكيلس ماسل اوفر ذا كارتليج ديفيشن اريا بوستيريور، بتبقى من ورا يعني الحته اللي ما فيها ديفيشن، يعني الكارتليج ديفيشن اللي هو الحته اللي ما فيهاش كارتليج، يعني ادي الكارتليج في كل حته، في حته هنا ما فيهاش كارتليج، تمام؟ فبيسموها كارتليج ديفيشن اريا، يعني المنطقه اللي ما فيهاش كارتليج، وبتبقى بوستيريوري من ورا، وبتبقى مقابله لمين؟ للاسوفيجاس، اجينست الاسوفيجاس، تمام؟ طيب the trachea is lined with a respiratory epithelium which act as an escalator. يعني طبعا التراكية بتبقى مبطنة بالرسبيراتوري epithelium اللي بيشتغل كاسكيليتور and wafting particle matter، تمام؟ in the mucus upward، تمام؟ away from the lower airway. طيب تمام، هنا بيقول في حاجة اسمها الإلاستيك فايبر، زي إلاستيك فايبر انزل يومنا بروبيرا، دي بتعمل ايه؟ بتعمل بريفنت للاكسسيف ديستنشن اوف اليومن، يعني الالاستيك فايبرز بتمنع الاكسسيف ديستنشن، يعني لو حصل تمدد ما يكونش تمدد كبير، واللي بتساعد انها تحكم التمدد هي الالاستيك فايبرز الموجوده دي. طيب في هنا بيقول لي ذا سب ميكوزا كونتين نيوموراس سيرو ميوكاس جلاند، كلمة سيرو ميوكس مقطعين فتبقى ميكسد جلاند، تمام؟ طيب الريسبيراتوري ابيثيليوم بقى اللي هو عمال نقول ريسبيراتوري ابيثيليوم، طب ايه تركيبه؟ قال لي هو كاركترايزد باي، او الجنرال كاركتر بتاعه ان هو فوقيه في سودو ستراتيفايد كولامينر سيليتد ويز جوبلت سيل. يعني انت لما يجي يسالك ايه هو الريسبيراتوري ابيثيليوم اقول له سودو ستراتيفايد، سودو ستراتيفايد كولامينر، يبقى هو ستراتيفايد وسودو ستراتيفايد، يعني هو سيمبل مش ستراتيفايد بس شبه الاستراتيفايد، فعشان كده بيسموه سودو ستراتيفايد، تمام؟ كلامينار يبقى سودو ستراتيفايد كلامينار سيليتد وعليها سيليا، انت عارف الريسبيراتوري سيستم بيبقى عليها سيليا ويز جوبلت سيل. ايه جوبلت سيلز دي؟ دي خلايا بتفرز الميوكاس، وهنتعرف عليها مع بعض. طيب زي سيليا have five major cells ودول بيظهروا تحت الالكترون مايكروسكوب بالتفصيل، تمام؟ اللي هم السيليتد كولامينر سيلز، انت بتقول لي اصلا عباره عن ايه؟ سودو ستراتيفايد كولامينر، فاكيد فيها كولامينر سيلز ويبقى عليها السيليا، سيليتد كولامينر سيلز، في الجوبلت سيل وفي البيزل سيل وفي البراش سيلز وفي البولموناري نيورو اندوكراين سيلز، يبقى في بولموناري نيورو اندوكراين سيلز، تمام؟ طيب هنا بقى يبدا يقارن، بيقول structure of the cell ماشي،
هنا بيقول ادي السيليتد كولامينار سيلز وفي الجوبلت سيلز والبيزل سيلز والبراش سيلز والبلمونري نيورو اندوكراين سيلز، اللي هو بيرمز للرمز ده بالبلمونري نيورو اندوكراين سيلز، او الخلايا اللي هي كالشيتسكي سيلز اللي هي بيرمز لها برمز كي، ودي بيبقى فيها سمول جرانيول سيلز، او يعني هي كله ده اسم النوع واحد، والمونري نيورو اندوكراين سيلز او الكالشيتسكي او السمول جرانيولا سيلز اللي هو السيليتد كولامينر. فالسيليتد كولامينر والجوبلت سيلز دي عباره عن ايه؟ عباره عن بيتنج موشن اوف ذا سيليا and the mucus secretion of the goblet cells. يعني هي دي خلايا اللي يبقى عليها مين؟ تبقى beating motion of cilia على السيليا، لأن السيليا بتبقى موجودة في الكولامينر، تمام؟ أما الجوبلت فهي بتعمل mucus secretion of the goblet cells make up the mucociliary skeleton. يبقى فيها الميكو، هي اللي بتكون الميكوسيلاري skeleton ده. بتكون من ايه؟ بتكون من الاثنين دول اللي هم السيليتد كولامينر سيلز والجوبلت سيلز، انه دي بتفرز الميوكس ودي بيبقى عليها السيليا اللي بتحرك الميوكس. طيب which is important in removing، والميوكس ده important انه يعمل removing للانهيليد بارتيكل الحاجات اللي بتاخد تنفسها مع الهواء. this is an important defense against the entry foreign particles to the lung، ودي طريقة مهمة خالص او important defense against الحاجات اللي جاية من برا. طيب ماشي. البيزل سيلز، البيزل سيلز زي ار ستيم سيلز، البيزل سيلز اللي هي الخلايا الصغيرة اللي تحت دي تبقى عبارة عن ستيم سيلز فور نيو سيليتد جوبلت اند براش سيلز. يعني هي اللي بتعمل السيليتد سيل الجديدة وبتعمل البراش سيل الجديدة وبرضه بتعمل الجوبلت سيلز الجديدة. يعني هي ستيم سيلز اللي هي البيزل دي، بيز دي اساس، بيزل قاعدية اساسية كمان لتكوين الخلايا دي، تمام؟ افتكرها بكده. البراش سيلز زي ار كيمو ريسبتورز، هي كيمو ريسبتورز ريتش ان افيرنت فايبرز، تمام؟ مليانة افيرنت فايبرز وبتستقبل بعض الاشارات الكيميائية. طيب البلمونري نيورو اندوكراين سيلز او الكالشيتسكي سيلز اللي هي السمول جرانيول سيلز دي مالها؟ زي ار ارجنتيفاي لايك سيلز، ارجنتيفاي لايك سيلز بتبقى ريسمبل زي انتيرو اندوكراين سيلز اللي موجوده في الجي اي تي، في خلايا غديه كده في المعده او في الجي اي تي عموما اسمها انتيرو اندوكراين سيلز، تبقى شبه الخلايا دي. طيب زي هاف نيورو اندوكراين فانكشن تكريت البيبتايد and the endocrine factors that may play role in sensing low tissue oxygen. يعني هي ده بيخليها افرازاتها دي بتزيد او بتقل، يعني بتتأثر في حالة نقص الاكسجين، فانت بتعرف انه الشخص عنده نقص اكسجين، تمام؟ عن طريق انه هي الخلايا دي بتعمل سنس لو تيشو اكسجين، بتحس بالاكسجين يعني. طيب and they include the lung growth and repair، وبتساعد في اللونج جروث اند ريبير، وبرضو لو حصل لها هايبربليجيا ده هيؤدي الى تو سمول سيل لونج كانسر از ساو تو بي ان اندوسد باي نيكوتين. الموضوع ده ممكن يحصل لو خدت نيكوتين، النيكوتين نفست حاجات فيها نيكوتين كتير اللي هو بيجي من السجاير والدخان، النيكوتين نسبته بتعرض انه يحصل هايبربليجيا ويكون حاجه اسمها سمول سيل لانج كانسر، تمام؟ سمول سيل لانج كانسر. طيب ذا ريسبيراتوري ابيثيليا اوف بيبل كرونيكالي اكسبوزد تو ريتن اندر جود الميتابليجيا. طيب يبقى الناس اللي هو زي ما الدكتور قال بيبل الناس اللي تتعرض كتير للإيريتان فممكن الريسبيراتوري ابيثيليوم دي تتأثر ويحصل فيها ميتابليزيا، تمام؟ طيب في هنا البرونكيال تري، البرونكيال تري اللي هي دي التراكية ودي البرانشين الرئيسيين الرايت والليفت بتوعها،
تمام، يسموه المين برانكش، المين برونكاي، وهنا في البرونكاي الافرع بقى الصغيره اللي هي البرونكيول. تمام. طيب يبقى الترقيه دي اند باي ديفايدنج، هي بتنتهي الترقيه عن طريق انها تتقسم لرايت اند ليفت برانشز، بيسموهم المين برونكاي او البرايمري برونكاي ذات انتر اتش لونج ات ذا هيليوم. تمام. الهيليوم ده اللي هو المكان اللي بتدخل منه البرانش بتاع البرونكاي، يدخل منه على اللنج. تمام. which demarcate extra pulmonary and intra pulmonary bronchi، يعني ده بيقسمها extra pulmonary and intra pulmonary bronchi. طيب هنا inside the lung the bronchi divided into lower bronchi، يعني جوه اللنج بقى تبدا تتقسم لسكندري برونكاي او لوبر برونكاي، ودي اتش اوف ويتش سبلاي البلمونري لوب. يعني طبعا الرايت ذا رايت لانج بيبقى فيها كام لوب؟ بيبقى فيها 3 لوب، وبالتالي فيها 3 من مين؟ من السكندري برونكاي او اللوبر برونكاي. اما الليفت لانج فكان فيها الهارد زنج عليها، فللاسف هي غلبانه ما عندهاش غير 2 لوب. طيب ذا لوبر برونكاي كونتين، يعني اللوبر برونكاي دي بتستمر كده وبتبدا يحصل لها ديفايد انها تكون حاجات اصغر منها، سيجمنتال برونكاي او بيسموها تيرشري برونكاي، تيرشري برونكاي او سيجمنتال برونكاي ذات فورم البرونكيولز، وبتبدا تتكون لحد ما نوصل للبرونكيولز ويتش اتش سبلاي ا سنجل لوب، وكل شويه بيبدا يغزو كده سنجل لوب. اتش برونكاي اتش برونكيال divides into من 5 لـ 7 terminal bronchioles. طبعا كل برونكاي او كل برونكيول واحده بتكون من 5 لـ 7 terminal، يبقى اتش برونكيولز هتكون من 5 لـ 7 من التيرمينال برونكيولز. طيب which is in form من 2 لـ 5 respiratory bronchioles. تمام. طيب ديستالي الريسبيراتوري برونكيولز بتكون من 2 لـ 11 الفولار داكت، يبقى كل ريسبيراتوري برونكيول هتكون من 2 لـ 11 الفولار داكت، وفروم ويتش موست الفولاي ليد فيا الفولار ساك. يبقى كده الموضوع بدا معايا عشان الارقام ما تتلخبطش، انه البرونكاي بتكون من 5 لـ 7 برونكيولز تيرمينال برونكيولز. تمام. بعدين which then form من 2 لـ 5 respiratory bronchioles. تمام. يعني الترمينال برونكيول الواحدة فيهم هتكون من 2 لـ 5 respiratory bronchioles. يبقى بالراحة كده احنا بدأنا بالترقية، الترقية كونت لي 2 برانش كبار right و left، اي برانش منهم هيكون segmental او tertiary branches، يبقى هنا البرايمري برانش البرايمري. تمام. طب نراجعهم مع بعض بسرعة في مكان كويس. هنا مثلا هو بتيجي هذه الترقية اللي هي القصبة الهوائية بتنقسم لبرايمري برانشز اللي هم مين؟ اللي هم الليفت والرايت. تمام. ده اسمه برايمري. بعدين على حسب بقى، هي لو ليفت هتبقى في 2 برانش طالعين منها، لو انت داخل على الرايت برانش بقى هيطلع 3 برانشات. تمام. عشان داخل على الرايت لانج وكل برانش هيروح للوب من الرانك، فالرايت فيها 3 الليفت فيها 2، والتقسيمه دي بنسموهم مين؟ بنسموهم سكندري برونكاي، وكل سكندري برونكاي بيطلع منه برانشات كده بيسموها التيرشري برونكاي. تمام. والتيرشري برونكاي دي اللي هي دي التيرشري برونكاي بتبدا تتقسم لبرونكيول، والبرونكيول كل برونكيول واحده بتكون من 5 لـ 7 تيرمينال برونكيول، وكل واحدة من التيرمينال برونكيول بتكون من 2 لـ 5 ريسبيراتوري برونكيول، وكل ريسبيراتوري برونكيول بتفورم أو بتكون من 2 لـ 11 الفولار داكت، تكون من 2 لـ 11 الفولار داكت فروم ويتش موست الفولاي، والالفولار داكت دي بيبقى فيها الموست الفولاي ليد فيا الفولار ساك، توصل للالفولاي عن طريق الالفولار ساك. طيب in the primary bronchi، in the primary bronchi اللي هو الافرع الرئيسيه
اللي بيسموه اكسترا بالمونري برونكاي موست كارتليج رينج كومبليت ان ان سيركل ذا ليومن. تمام، تبقى مقفوله كده. بط از برونكيال دايامتر ديكريز، يبدا البرونكيال دايامتر يقل. طيب بيسموه انترا، لحد ما تدخل بيقل وانت داخل كده على الانترا بالمونر برونكاي. في كارتليج رينج تبقى ار جرادولي ريبليسد ويز سمولر ايزوليتد بليت اوف هيالين كارتليج، بيبقى كل رينج هيبقى الرينج اللي تحتيها اصغر منها شويه. تمام، الكارتليج مينتين اير واي باس واي او بيسبب اير واي. يبقى الكارتليج دي بتبقى مينتين محافظه على الاير واي لاتنسي، يعني محافظه على ان هي تفضل مفتوحه او كده يعني. تمام، طيب فبيقول لك البرونكيولز دونت هاف كارتليج اور جلاند، اما البرونكيولز الصغيره ما بيبقاش لا فيها لا كارتليج ولا جلاند. تمام، طيب مفيش الكارتليج ده يا شباب. كده اول حاجه التراكيه، يبقى التراكيه نفسها بيبقى فيها كارتليج بيبقى عامل زي السي شيب كده. تمام، اما البرايمري برانشز بتوعها اللي هم الليفت والرايت يبقى فيهم بدل السي شيب بيبقى فيها سيركولر، خلاص انت مفيش اسوفاجس ماس، فهيبقى فيها سيركولر كارتليج، والسيركولر كارتليج ده بيبدا كل ما تتفرع بقى وتدخل على اللنج هيبدا الكارتليج ده يقل، هيبقى فيها ايزوليتد بليت اوف الهيالين كارتليج وتبدا تقل لحد ما نوصل للبرونكيولز اللي هي ما فيهاش كارتليج خالص. تمام، هنا سمول ماسل باند، في سمول ماسل باندز بيكام مور بروميننت اراوند ذا برونكيولر اير واي. هنا يجي السؤال يقول وات از ذا ريليفانس اوف ذس فاكت طول برونكيال ازمه. طبعا السموس ماسلز دي بتزيد اكتر كل في الحاجات الصغيره في البرونكيال اير واي، بيبقى في بيكام مور بروميننت اراوند البرونكيال اير واي، السموس ماسل تبدا تكتر، فهو ده السبب اللي خلى انه ممكن تحصل البرونكيال ازمه. فالبرونكيال ازمه اللي هي عباره عن برونكوس بازم بيحصل في السموس ماسلز دي از ا كونداكشن كاركترايزد باي سادن كونستراكشن of the smooth muscle in bronchioles. تمام، وما انه كتير فيزيد فرصه حدوثها. طيب there is respiratory epithelium change from pseudo stratified ciliated columnar with goblet cells. ده العادي التعريف بتاع respiratory epithelium pseudo stratified ciliated، انت تقول pseudo stratified ciliated خلاص columnar with goblet in the bronchi to ciliated simple columnar. هنا بص ciliated simple columnar with occlusional goblet cell with occlusional goblet cell. تمام، enlarged bronchi. تمام، يبقى في اللارج برونكيول، في اللارج برونكيول يبقى في البرونكاي، في البرونكاي نفسها اللي هي سودو ستراتيفايد ciliated columnar سودو ستراتيفايد. تمام، انت الفرق بينهم في حته سودو ستراتيفايد في البرونكاي، اما هنا بتبقى سيليتد سيمبل كولامينر يبقى فيها مين؟ في هنا السودو ستراتيفايد سيليتد كولامينر ويز جوبلت سيلز دي في البرونكاي، هنا بقى يتغير وتتحول لسيليتد سيمبل كولامينر، سيليتد طبقه واحده كده من الكولامينر اللي عليها سيليا ويز اوكيجنال جوبلت سيل. اوكيجنال جوبلت سيل يعني قليل الجوبلت سيل برضه هتقل، ده في اللارج برونكيولز تو وبعدين تبدا تتغير تاني تتحول لسيليتد سيمبل كيوبويدال بدل ما كانت كولامينر تتحول لكيوبويدال وكيوبويدال از البرونكيولز بيكام بروجريسيفلي سمولر عشان البرونكيولز بتبقى اصغر فبيسموها كلارا. هنا في حاجه بقى اسمها كلارا سيلز دي ما بيبقاش فيها سيليا، تبقى خلايا كلارا سيلز ذات سيليا ودي بتبقى موجوده في التيرمينال برونكيولز وبتبقى لو يبقى فيها لو بصيت عليها كميكروسكوب فالكلارا سيلز دي كان بي ايدنتيفايد باي سكريتوري جرانيولز، بيبقى فيها سكريتوري جرانيولز موجوده على الايبيكال سيتوبلازم
على الحته الليبيكال اللي فيها، بتبقى شبه اللي هي شبه الفيلاي مش السيليا، خلاص مش عايز سيليات فيها. فالكليرا سيلز سكريت البروتين تو بروتكت مين الاير واي لايننج فروم الدامج، وتعمل ديجريد للتوكسين، تتخلص من التوكسينز اند اكت از برونكيولار ستيم سيلز، وبتشتغل كستيم سيلز البعض الخلايا اللي هناك بتعوضها فور ذا اير ابيثيليال لير، بتعوض الابيثيليال لير اللي موجوده حواليها. طيب زي ما نشوف مع بعض ان شاء الله في العمل، هنبص على بعض الاسئله من اليو اس ام ال اي اللي هو دي. طيب السؤال الاول، يبقى هنا بيقول اير موفينج رابيدلي اكروس ذا فوكال كورد اند كوزينج ذن تو فايبريت اند بروديوس ساوند، وده كونسيدرد او كونتاكتنج وات تايب اوف ابيثيليوم. الفوكال كورد والابيجلوتس يحتووا على استراتيفايد سكويموس نون كيراتينايزد ابيثيليوم. طيب الكيراتينايزد دي بتبقى في السكن بس اللي هو من بره. طيب which of the following features distinguish a bronchial within a lung from the primary bronchiole، يعني ايه اللي بيميز البرونكيال اللي في اللانج عن البرايمري برونكيول اللي هي البرايمري برونكيول اللي بره خالص. طيب هنا which of the following features distinguish البرونكياس نيجراتاني البرونكياس within a lung from the primary bronchi. طبعا الفرق ما بينهم هنا كان الفرق ما بينهم في الجوبلت سيل هتقل، والفرق الثاني في الكارتليج بليت هتبقى اقل هنا وتبقى الريجولر، هنا كانت سيركولر. تمام الاجابه هي دي. تمام يبقى هي كتير في البرايمري اللي هي مين اللي هي الكارتليج، بيبقى سيركولر في البرايمري، سوري معلش احنا قلنا فوق، فهي بتبقى البرايمري بيبقى فيها سيركولر كارتليج وكمان فيها كتير من الجوبلت سيل، اما البرونكيولز اللي هي الجوة يبقى فيها اقل جوبلت سيلز وكمان يبقى فيها الريجولار بليت ومش سيركولار. تمام يبقى تمام، يبقى كده لو هنميز بينهم معلش لاخر مره، البرايمري برونكاي دي فيها سيركولار كارتليج تمام، وفي نفس الوقت مش سيركولار كارتليج بس، ده كمان فيها جوبلت سيل كتير، بعدين بيبدا تحصل تكون مع البرونكيول البرونكس او سوري البرونكس اللي هي بتبقى جوه اللنج اللي في البدايه دي، البرونكس اللي جوه اللنج اللي في البدايه بيبقى فيها الريجولار بليت اوف الكارتليج وفيها كميه اقل من الجوبلت سيلز. بعدين اما البرانشات الصغيره خالص بقى يبقى اللي هي البرونكيولز الصغيره ما فيهاش كارتليج خالص، ويبقى فيها هي دي بقى اللي فيها الكميه الاقل من الجوبلت سيل، يبقى هي دي اللي فيها كميه اقل من الجوبلت سيل وفي نفس الوقت ما فيهاش كارتليج خالص. تمام طيب هنا بيقول في ترانسفيرس سيكشن اوف ذا تراكيا، هنشوف ايه. يبقى ترانسفيرس سيكشن اوف ذا تراكيا ريفيلز سي شيب هايلاين كارتليج رينج. تمام ذا سموث ماسل فايبرز اوف ذا تراكيا ار بريزنت، السموث ماسل فايبر بتاعت التراكيا بتبقى موجوده فين؟ يبقى the smooth muscle fibers of the trachea are present between the cartilage end، بين الدوائر دي بيبقى فيه هي السموث ماسل. تمام طيب the epithelium of trachea is the epithelium بتاع التراكيا ماله؟ يبقى the epithelium of trachea قلنا هو ده تبع respiratory، في respiratory epithelium respiratory epithelium اللي هو عبارة عن سودو استراتيفايد كولامنر سيليتد ابيثيليوم وفي جوبلت سيلز. تمام كده احنا خلصنا. لا تنسونا مصالح الدعاء، واتمنى يكون اللقاء مفيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.